في غضون ذلك يواصل الممثلون عن أطياف سياسية يمنية واسعة في العاصمة السعودية بحث مسودة وثيقة الرياض التي وزعت أمس في جلسة مغلقة، وذلك تمهيدا للمصادقة عليها بالجلسة الختامية للمؤتمر يوم غد الثلاثاء، وذلك في ظل غياب ممثلين لجماعة الحوثي. وتنص الوثيقة على تشكيل نواة أولى للجيش والأمن وعلى استخدام كل الأدوات العسكرية للقضاء على الحوثيين، وستناقش مسألة استعادة مؤسسات الدولة، كما تدعو للعودة إلى الشرعية واستكمال المسار الانتقالي في البلاد.